أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الكرة معمل. شفنا المباراة اللي فاتت للنادي الأهلي أمام بطل السودان، تألق واضح لعيبة نادي الأهلي، ده رغم محاولاتهم المستميتة لأن هم يثبتوا نفسهم ويصالحوا الجماهير، ده عكس تماما اللي شفناه في المباراة الماضية والأداء السيء لما كان موجود لاسارتي. لكن بعد رحيل لاسارتي وتسلم محمد يوسف المدير الفني المؤقت، شفنا تميز في الملعب، فعلا قدر محمد يوسف ان هو يميز لاعبي، وقدر ان هو يستخدم لعيبة جديدة خالص غير اللعيبة اللي كانت موجودة، غير اللعيبة الأساسية، وفعلا قدر يوظف اللعيبة دي صح، وده اللي أدى لفوز النادي الأهلي بتسع أهداف دون رد في مباراته أمام بطل السودان في إياب دور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا. شفنا في مباراة الأهلي الماضية أداء مميز جدا لمحمد مجدي أفشة، ده رغم إن دي تاني مباراة ليه مع الأهلي، قدر اللاعب إن هو ينسجم سريعا جدا مع الفريق. لكن عايز أقول حاجة كمان، إحنا شفنا حسين الشحات وشفنا صلاح محسن أدوا مباراة جيدة جدا، لكن دي مش هتكون الحسم لفريق النادي الأهلي، النادي الأهلي لسه عنده كتير وعنده حاجات كتير يقدمها يصالح بها جماهيره. الجهاز الفني للنادي الأهلي المؤقت حرص إن هو يمنح اللعيبة 3 أيام راحة، وده استعدادا للمباراة المقبلة. أما بقى عن العائق لحد دلوقتي اللي كلنا منتظرينه عشان نعرف إيه هو العائق الوحيد اللي أجل لغاية دلوقتي حسم ملف المدير الفني الأجنبي الجديد للنادي الأهلي، في مصدر من مصادرنا داخل النادي الأهلي أكد لنا إن العائق هو العائق المادي. النادي الأهلي رصد 2 مليون يورو بحد أقصى للتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، كان على مائدة نادي الأهلي 30 سيرة ذاتية لناس كتير جدا سيرتهم ذاتية فوق الممتازة لتدريب النادي الأهلي، وكان من ضمنها إن أي مدير فني فيهم هيبقى مقابل المادي 3 مليون يورو، وده اللي مش هيقدر عليه النادي. لكن من السيرة الذاتية اللي اتفق عليها الجميع كان الكرواتي ماميتش. اما بقى عن نادي الزمالك، قدر السربي ميتشو ان هو سريعا ينسجم مع فريق نادي الزمالك، وقدر ان هو يعقد اكتر من جلسه مع اللعيبه، سواء اللعيبه او حراس المرمى او الجهاز المعاون ليه، قدر ان هو يحتوي الموقف ويعالج بعض الاخطاء اللي كانت اللعيبه بتقع فيها. ميتشو اول مباراه ليه كانت امام بطل الصومال في اياب دور ال 64 لبطوله دوري ابطال افريقيا. عايز اقول حاجه يا جماعه، دي مش اول مباراه ان احنا نحكم عليه فيها، لازم نستكمل الموسم كامل جدا ليه وبعد كده نقدر نحكم عليه، لكن من الظواهر الموجوده حاليا هو قدر يعالج اخطاء كتير جدا للعيبه، وقدر ان هو يحتوي الموقف، بقى في انسجام كبير جدا بين اللعيبه سواء اللعيبه القدامى او اللعيبه الجدد. اما بقى عن ايمن حفني، ايمن حفني تلقى عرض من نادي مصر المقاصه، لكن هو حتى الان بيدرس هل هيوافق على العرض او لا، لكن عامه العرض كله على مائده نادي الزمالك، هل هيتم الموافقه عليها او لا دي حاجه هنعرفها خلال الايام القليله المقبله. المدير الفني للمنتخب الوطني حتى الان لم يتم حسم الامر، كان في صراع كبير جدا بين اكتر من سيره ذاتيه للمديرين الفنيين، لكن تم حسم الصراع بين اثنين، كابتن حسام البدري وكابتن حسن شحاته، لكن الاقرب لتولي قياده المنتخب الوطني حتى الان هو كابتن حسن شحاته، عكس الاسبوع الماضي تماما اللي كان ماسك كل شيء وكان خلاص هيقود المنتخب كان كابتن حسام البدري، لكن مين اللي هيمسك حتى الان لم يتم الاعلان عنه رسميا، لكن مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم بيعقد اجتماع حاليا وهيتم مناقشه الامر، وهيبقى من ضمن اولوياته هو اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني. محمد صلاح، شفنا اخر الايام على السوشيال ميديا احاديث كتير جدا بعد تصريحات محمد صلاح في البرنامج الحديث ليه. محمد صلاح اكد ان هو ما ساعدش عمرو ورده، بالعكس هو ابدى رايه زيه زي اي حد، وكمان محمد صلاح طالب ان اي حد بيخضع لمرض نفسي ان هو يخضع لتاهيل نفسي، لكن عمرو ورده رجع رد عليه بتويته قال ان هو بيحب جدا محمد صلاح لكن هو مش محتاج للتاهيل النفسي. وبسؤال محمد صلاح ان هو فعلا هيعتزل المشاركه مع المنتخب الوطني، محمد صلاح نفى تماما هذا الحديث واكد ان هو حريص تماما على وجوده في المنتخب المصري. محمد صلاح كمان اكد ان هو منذ خروجه وهو عنده 19 سنه من مصر هو كان حلمه ان هو يصبح حلم الاطفال مصر، ان هو يكون قدوه ليهم كلهم، وده فعلا اللي هو نجح فيه. يعني يا جماعه كل ما اثير مؤخرا عن محمد صلاح ان هو مش هيكمل مع المنتخب ده غير موجود تماما، محمد صلاح مستمر مع المنتخب الوطني. لكن برضو محمد صلاح اكد ان كان الفتره اللي فاتت في صراعات كبيره جدا وفي خلافات مع الاتحاد، ودي اللي بدورها حاليا بتنتهي. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، انتظروني وحلقه جديده والكره مع ملك.